مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج عندي ما يفيد. برنامج عندي ما يفيد في موسمه الثالث يستضيف سي موسى دراتي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. أنا بغيت نعرف أنت بلوغر يوتيوبر شنو أنت من الخوت؟ أنا بجوج بلوغر يوتيوبر. هذا فورما جديد ديال لي زارتيست. أنا السمية اللي تعجبني في الصراحة هي كرياتور دو كونتوني. كيفاش فورما جديدة واش تدخل لاصال؟ بغينا نعرفوا شنو المهنة ديالك. أنا المهنة ديالي منشئ محتوى في انترنت. كاينة هذه المهنة جديدة وما عندك في لاكارت ناسيونال؟ لا ما كايناش في لاكارت ناسيونال. ما كاينش دابا الخدمة كاع في لاكارت ناسيونال. واش كاين كارت ناسيونال؟ واه باينة المغرب كله ما فيهش خدمة غير ما نعرفوا أنت اش كدير. أنا كنصايب الفيديوهات في يوتيوب. كندير فيديوهات في يوتيوب باش نضحك الناس. مرة تنضحكهم بزاف مرة تنضحكهم شوية ومرة ما كتضحكهمش. ومرة ما تنضحكهمش فعلا. تتقلق؟ وتتقلق لانه بحال فاش كتوجد شي ماكله وما كتصدقش زوينه. انت درتي فيها لي فور ما كتصدقش زوينه. دي فوا تتوقع عادي في الحياه كيخصك تتقبلها. وبزاف المرات ضحكتيهم الحمد لله وخديتي جوائز. خديت شويه جوائز عندهم علاقه بالديجيتال بانترنت وهذا خديت. انت فرحان؟ انا فرحان والله الا فرحان. انا فرحان لانني كندير هذا الشيء. لان هذا الشيء انا ما كنتش حاسبه. كانت عندي لا باسيون ولكن ما كنتش عارف شنو ندير. والحمد لله بالعكس فرحان. شكون اللي عمرك راسك وقال لك دخل هذا الدومين راه فيه فلوس؟ لا ما دخلتش انا حيت فيه الفلوس. كنت باغي الفلوس. ما كانش عندي الفلوس وكنت باغي الفلوس ولكن ما دخلتش ليه وكيسحب لي فيه الفلوس. انا دخلت ليه لان بحال كاين شي واحد تيلعب الكره كيتمتع بها واخا ما عندوش الفلوس ولكن ما كيحسبهاش باش يدير بها الفلوس ولا شي حاجه. انا لقيت راسي في هذا الشيء ديال الانترنت. كنت كندير فيديوهات كيعجبوني الناس ملي كيقولوا لي ضحكتينا برافو عليك. لي كومونتير لي نوتيفيكاسيون في الانترنت كيكثروا وداك الشيء. دونك بدات بحال هكا حتى شويه لقيت بانه سي رونطابل فيهم الفلوس ممكن تعيش بداك الشيء. وانا نكمل تما طمعت اكثر وبديت كنخدم مزيان والحمد لله. قبل ما تطمع اكثر درتي واحد جوج فيديوهات غبرت لهم الاصل وما بقيتيش باغي تبينهم لانك كتبان فيهم واعر. هادي ما يمكنش. هادي ما كنعقلش انا قلتها في التلفاز هادي كاع. ولكن انا مصادر من العائله ديالك صيفطوا لي الفيديوهات ديالك ما فيك ما يتشاف. مصادر منين؟ من العائلة ديالك. العائلة ديالي وصلتي ليها يا كامورات. كاين الصراحة واحد جوج فيديوهات درتهم في الأول فاش كنت يلاه ما بقيتش عارف فين هما أنايا. نورمالمون بقاو عند واحد الدري حيت هادوك الفيديوهات أنا كنت غير كنتيستي عادي. نعم. وسي نورمال كانت الخلعة كنت كنحط الكاميرا وندخل للبيت وكنهضر بشوية باش ما يسمعونيش الدار ويقولوا راه حمق. باقي ما كنتش تنقدر نهضر راسي في البيت. دونك كنت الخلعة وهذا وكنت باغي ندير دوك الفيديوهات. دونك تيستيت بهذوك وكنت غادي نحطهم. واحد النهار ما حطيتهمش بسبب كونيكسيون في السيبر كانت عيانه. اما راه كانوا غير تحطوا راه الفيديوهات اللي عيانين. لا ايه ولكن الكونيكسيون كانوا غير تحطوا واخا عيانين حيت الكونيكسيون عيانه. اول فيديو درتيه شافوك 6000 معلومات. اول فيديو شافوني 6000 وسحب لي التشارت. كنت خارج في الحي كان كيبقى فيا الحال ملي كنلقى شي واحد كنعرفه ماشي من دوك 6000. سيرتو في الحومه وفي فين كنت كنقرا في ليستيا هذيك الساعه. كان كيبقى فيا الحال حيت 6000 بالنسبه ليا سي انورم بزاف. كيخص المغرب كله يكون شافني او موان. لا من بعد عاد بديتي كتعرف. من بعد بدا غادي وداك الشيء وتيكبر. درت الفيديو كنعقل الفيديو الرابع كان طلع هو الطوندونس الاول في المغرب في ذيك الوقت في 2014 واقيلا. كنت هضرت على الزواج وكان طلع الطوندونس الاول. داكشي علاش ما بغيتيش تجوج انت؟ لا ما اخويا باغي نتزوج. انا شكون اخويا قلت في الكواليس قلت لي محامي الزواج ما قابلو. والله يا اخي دابا داك الكواليس اخويا بدا تحطم. انا باغي نتزوج. وعلاش تعطلتي؟ ما تعطلتش. 27 عام فين تعطلت؟ 27 عام باقي صغير يلاه تنوجد الحمد لله. ان شاء الله واحد عامين ثلاث سنين تفرح بيا ان شاء الله. الله يفرحك. أمين. ويجيب لك شي بنت الناس مسطيه بحالك. امين. نعم. اما بنت الناس ماشي مشكل. نعم زعما تكون بنت الناس واخا تكون مسطيه. ما عندكش مشكل انت؟ ما عنديش مشكل بالعكس. خصها تكون مسطيه ماشي معنيتها مسطيات بصح ولكن فيفونت كتعيش باغا تعيش باغا تضحك باغا انت من تاونات؟ انا من تاونات. انا جبلي من تاونات من تازوده. نعم. دراته. وفين عشتي؟ عشت سلا. جيت لسلا كانت عندي الاصل ديالك. الاصل تاونات. انا تزاديت في تاونات. نعم. انا تزاديت في قصعه فاش تيخرجوك تيحطوك في قصعه. نعم. قصعه جديده بالحق. اه ومن بعد جيت لسلا عندي 6 شهور. دابا وليتي سلاوي؟ انا سلاوي اخي. يعني من القصعه لسلاوي؟ من القصعه لسلا. اي حاجه تخصك سلا. يعني دابا ممكن حنا نعتبروك انك فنان. لان الفنان هو اللي كيدير الفن
انا كندير نورمالمون الضحك كندير لي مور دي فوا تنمثل مثلت في تيلي فيلم انا غادي وتنتعلم شويه بشويه دونك ممكن كندير لا سين فنان اه نعم وشاركتي في مهرجان ديال الضحك شاركت في مهرجانات ديال الضحك لعبت شخصين مثلت في افلام تندير الافلام ديالي ودونك فنان اه وغير هو غير هو باش تبدل من انترنيت ودوز للتمثيل شويه صعيب نعم شويه صعيبه لان التمثيل بصراحه انا فاش درت التجربه ديال التيلي فيلم شويه فهمت بان التمثيل صعيب ما ساهلش ماشي بحال داك الشيء نعم. ما ديرش من نقل الصواب هي انا والله العظيم الا ارتحيت نعم. بغيت ناخذ راحتي خذ انت الشيء جلس في الارض ماشي مشكل المهم تجاوبني قلتي انني ما نخدمش في التلفازه لان كيجرك عالم ديال الانترنيت بزاف لا بغيتي نشوفوا الفيديو نشوفوا لا انا قلت التوجه لا بلا ما نشوفوا انا عاقل قلتها ولكن ماشي اللي قصدت منها ماشي انه ما عمري غادي نخدم في التلفازه ولكن انا كنرتاح في الانترنت اكثر انت كفنان دابا حاليا شنو رايك في الانتاج اللي كيمر حاليا في التلفزيون انا صراحه كنشوف بانه غادي في التطور احكي لينا حكايتك مع الشهره تتبغي بعض المرات تخرج ما يعرفك حتى واحد تضحك تكون عادي ما تحسش براسك مزير ولكن انت دابا حاليا مزير شويه وشويه ملي كتخرج وكت ما كتبقاش على خاطرك ديفو تتحس براسك مزير اخر مره حسيتي براسك مزير اخر مره يلا في رمضان خرجت للمول خرجت من الركومول بزاف من الركومول اه نشوفوا فيديو اللي دار بوم واحد الوقت ونيت عرفوك الناس فيه نشوفوه اخويا كاع الناس اللي كيقراو فرحانين وعايشين مزيان الا صحاب الباك مزيان من اللي عايشين اش تقول الناس اللي حاليا كيدوزوا في الباك وغنقول لهم يتفرجوا في هذا الفيديو ولكن امشيو حفظوا واش يتفرجوا في الفيديو وخليهم يتفرجوا انا يا اخويا بغيت نجيب لي فيو يعني علاش جاي انا لهنا باش نجيب لي فيو نعم. دخلوا اخويا تفرجوا في الفيديو ديال الباك فيه 6 دقائق ديروا بوز وعاد رجعوا حفظوا انا دوزت الباك اش نقول الباك انا ديالي خديته في فاس مشيت لفاس قريت الباك في فاس باش نبعد على صحابي باش نقدر نتكونسونطرا مشيت لفاس وقريت تما الباك ونجحت خديت الباك ديالي وخديته بواحد المعدل نورمالمون انا كانت فيه الخلعه وكنت دائما فاش كنصلي كندعي كنقول يا ربي نجيب اكثر من 12 كتقول هكا هكا تنحدد انا داكشي كنحددو الدعاء كيمشي ناضي زعما نعم 12 جبت 12 ربي استجب لك جبت جبتي 12 12.65 نهار غنشوف النتيجه تخلع داكشي اللي كنتي باغي انت هو داكشي اللي كنت باغي ولكن وليت تنقول واش كون دعيت اكثر كون جبت اكثر لان مع غنشوف 12 غنفرح نعم. ومن طو غنتخلع ولكن وقعوا لك شي احداث وانت في لافاك داكشي علاش علقتي مشيتي درتي هاد الدبلوم لا ماشي احداث وقعوا لي لافاك حنا عندنا واحد لافاك بعدا كان فيها ديجا واحد المشكل فيها جوج بيبان نعم وهذوك جوج بيبان انا ما كانوش كيعاونوني اخويا مراد علاش باسكو ما يمكنش دير لي شي بلاصه فيها جوج بيبان غندخل من واحد نخرج من واحد وكنت فاش يلاه بديت لافاك وكانت جاتني شويه صعيبه ما تادابتيتش كنت كنمشي كندخل من الباب مع كنبغي نوصل لونفي كيبان لي الباب الاخر كنخرج منه ما كتدخلش لافاك لا كندخل لافاك غير درتيها بحال واحد الرومبوا كتمشي منا لا ما ظلمنيش كندخل لافاك غير هو كنخرج دغيا كندخل ونخرج ما تجيش لا خصني نجي خصني تما مشيت لافاك مورالمون كنبني ضميري ولا ما مشيتش كنحس براسي ما قريتش ملي كدوز كتقرا لا ملي كدوز بان سو تضرب تيضربك الهواء ديال القرايه راه كتحس بانك قريتي مع الوقت وليت نولف مع الوقت وليت نطلع على لونفي من بعد وليت شويه كنتعطل نعم. وليت شويه ندخل كاع نعم ابخي وليت ندخل لافاك ندخل لونفي ونجلس نعم من بعد وانا نقلبها ايكول اخرى انت ما كتخرجش من الانترنت يعني 24 على 24 مكونيكتي زعما ديما نعم انا ديما مكونيكتي ها هو والله الا عندك زهر اما راه نهضر معاك بحال هكا انت كانوا مسمينك في الدرب الواي فاي يعني الا بغاو شي واحد يشد الواي فاي كيقلب عليك منك كيخرجوا الكونيكسيون لا انا كنت كنسرق الواي فاي انا كانوا كيسميوني سراق الواي فاي هو انا يعني لا ميم شوز اه ولكن كنسرقو ما كيسرقوش مني الواي فاي انا كنت كنسرق الواي فاي شحال تكونيكتيت حدا القهاوي ويلي مشي حدا القهوه وكتجلس ما كتكونسوميش كتاخذ المود باس تبدا تكونيكتا دابا فين كتكونيكتا دابا في الدار الحمد لله من الناحيه الماديه دابا تحسنتي او الحمد لله لا تحسنت الحمد لله صراحه تحسنت باش ما فيها حتى شي باس هذه عاديه تحسنت الحمد لله وانا باقي غادي شويه ماشي شي تحسن غتبت واش تحسنتي ولا ماشي شي تحسن ماشي شي تحسن
المهم حسانه كاينه كاينه وي كاينه الحسانه هو ماشي شي حسانه زعما غاليه بين وبين من هنا القدام ان شاء الله تعاود تعيط ليا نجي ضارب لك شي حسانه ديك الساعه نعم. نقدر نقول لك تحسنت مزيان نعم هاد التحسن ديالك يقدر يجوجك ويدير مثلا المستقبل ديالك او مازال كتسنى يقدر يخطبني اما الزواج لا باقي نقدر نخطب نخليو دابا الماده وجبت لك واحد الماده صحفيه على الاراء ديال الناس الفنان سيموس دراتي شوفوها مرحبا شوفوها سيموس دراتي تيدير فيديوهات زوينين مسطين ديال الضحك الصراحه تيدير فيديوهات واعرين ماشي زعما كيجي لي مزيان مشبعو ولكن ماشي ما نقولش لكم مشبعو بزاف ولكن كيجيني انا بعدا مزيان كنشوف شي فيديوهات ديالو في الفيسبوك كيجيني مزيان سيموس دراتي هذا واحد الشاب اللي كيعطي النصائح للشباب كيمكنهم بواحد كيعطيهم نصائح ايجابيه اللي غتعوضهم في الحياه هذه واللي يقدروا يستافدوا منها سيموس دراتي در زوين فهمتي المهم شي ضرف داكشي زوين كيدير فيديو كليب ديالو زوينين كدا المهم دري واصل وكنتمنوا ربي يسهل عليه غير فكتلقى شي واحد يعطيك شي استفاده في شي موضوع كنتمنوا انه يبقى يعاود يزيد المواضيع ديالو كنتمنوا ليه التوفيق زوين هادشي والله الا زوين والله الا عجبني هادشي زوين هذا هو هذا هو الفضل وحق الله هو ملي الناس تبداو يهضروا عليك بحال هكا انا في واحد المرض دائما تنقولها انا تيعجبني نحس بالريسبي ديال الناس من حقي انني نطمع في هذه القضيه وتيعجبني الحال ملي كنشوف سيرتو لي جون تيحترموك وهذا زوين ونتش نعم بزاف الشباب كيحلموا انهم يديروا واحد لاشين ديالهم وانهم يدخلوا واحد المورد مالي كيفاش يديروا كما درتي انت اشرح لنا هذيك كيستيون بياج عرفتي علاش كيستيون بياج لان هنا تيطرى مشكل بزاف ديال الدراري سيرتو الصغار لان بالنسبه لهم هما كيولي السوكسي هو شين يوتيوب فيها بزاف ديال لي فيو وكيمشيو في واحد التوجه غلط كيوليو يشوفوا داكشي اللي كيجيب بزاف ديال لي فيو في يوتيوب وللاسف عندنا في المغرب اللي كيجيب بزاف ديال لي فيو في يوتيوب هما هي الفضيحه هما الفيديوهات اللي كيكونوا فيهم دي فوا دي برانك مثلا خايبين تقدر تخلع بنادم ولا حاجه محتوى اللي خايب وهنا الدراري الصغار كيمشيو غالطين كيبغيو يديروا بحال داكشي انا اللي تنقول لهم هو خذوا اللي غيكون واعر ديال بصح هو اللي غياخذ الريسك هو اللي غياخذ يحاول يكون هو نيت الافكار ديالو يحطهم في فيديوهات ويدير محتوى زوين بغى يضحك الناس يضحكهم دابا الناس اللي كيديروا الفيديوهات وبغاو هاد الفيديوهات يدخلوا لهم فلوس اش يديروا كيخصهم يديروا واحد الكونت سميتو ادسنس كيتصايب في جوجل وكاين لي شنو هي هذه عطسه لا هذا كونت حيت انا ما كتخرجش ليا دماغي هاد السميه هذه كيديروا ادسنس وكيليوه مع لاشين يوتيوب وهذاك ادزنس كيليوه مع كونت بونكير وهكا كيوليو يدخلوا الفلوس ندوزو للاسئله ديال المواطنين ليك ندوزو واش يمكن لي يولي يدير افلام واش كيخدم غير في فيسبوك ولا تشاف في اليوتيوبرز بزاف يعني حيت ما كيبانش لي هو في اليوتيوب بزاف كيبان لي غير في فيسبوك بغينا نعرفوا زعما كيفاش تبدا وكيفاش توصل لهذا الشيء اللي فاصل ليه هو دابا كيفاش وصلتي لهذا النجاح هذا ملي ولاو عندك بزاف ديال لي فام المتابعين بزاف اين مدينه عزيزه عليك في المغرب ولا كانت عزيزه عليك شي مدينه دير لنا على شي فيديو خلينا نشوفه سيمو راه كنصورو علاش شنو المشكل حتى انا قلت لك خذ راحتك ماشي هي تقلص ليا فوق فوتاي والله الا خديت راحتي ديال بصح نعم شنو رايك في الاراء ديال هاد الناس الاسئله اللي قالوا غالبا الاسئله كان عندها علاقه علاش ما كديرش فيديوهات بزاف واش كدير افلام غنجاوب امشي باش ما نتلفش ما كنديرش فيديوهات بزاف باش ما تلفش غير نزل لا خليني نعم خليني مرتاح انا هكا نقدر نجاوب جاوب ما كنديرش فيديوهات في يوتيوب بزاف استاذ مراد لانه وليت دزت مرحلة أخرى بغيت ندير فيديوهات فريمون تقال هو من ناحية دزتي مرحلة أخرى طبيعة الحال هنا دزت المرحلة أخرى من هنا لهنا ولكن في يوتيوب بغيت ندوز إن شاء الله المرحلة أخرى وكان ديجا قال واحد الدري بأنني درت كور ميتراج في لاشين يوتيوب ديالي اللي سميتو أغليل دابا غندير كور ميتراج آخر وجربت في تيلي فيلم جاتني فرصة شكرا سعيد أزار اللي هو اللي اتصل بي وعطاني الفرصة في التيلي فيلم وإن شاء الله من هنا قدام علاش ندير سينما ولا شي حاجة هكا انت متعدد المواهب بزاف الناس كيقولوا ان هذا السيد سبع صنايع ورزق ضيع نعم انا سبع صنايع اش هما قالوا لي كتغني الله يا اخي انا انت مغني بغينا نستغلوا هذه الفرصه ديالك وانت مقلص هنا نسمعوا صوتك بغيناك تغرد جات عندك دنيا باطمه مغنيه سلمى رشيد مغنيه
هاد المغنيين جاوا عندك ما قلتيش لهم يغنيوا، جيت انا ما كنغنيش بغيتيني نغني. بغينا نسمعوا صوتك. واش متاكد؟ متاكد. يا خليتي في قلبي جرح، خليتي فيا كي ما تبراش، من بعدك ما شفت انا فرح، يا ولي ما جربتي ما يبراش. يا خليتي في قلبي جرح، خليتي فيا كي ما تبراش، من بعدك ما شفت انا فرح، يا ولي ما جربتي ما يبراش. سدراتي نزل، نزل سدراتي، ندوزو فيديو ديال سيمو سدراتي والانتخابات. اول حاجه غادي نقول على الانتخابات انها غير بريستيج وزيدوا فيها التخرويط. قالوا لي نقصتي بزاف ودستي حتى السياسه. هضرت على انتخابات سياسه، هضرت على انتخابات هما اللي هضرت عليهم في السياسه، حيت في ذاك الوقت فاش حطيت الفيديو كانوا انتخابات وكاينه لا ماتير وبغيت نهضر عليهم. كيفاش كتعزل المواضيع ديالك؟ المواضيع ديالي، شوف المواضيع ديالي غالبا تنعزل بجوج حوايج، كاينين جوج ديال لي تكنيك، اما موضوع تيكون موضوع الساعه، ولكن موضوع الساعه بحال دابا انتخابات فاش درتهم كان موضوع الساعه، الباك كان موضوع الساعه، اولا موضوع اللي انا تلقى فيه لا ماتير. علاش ما هضرتيش على الساعه اللي زادوا دي فوا في اخبارك؟ كاع ما كنحس كاع بلا تزادت الساعه انا، فاش تتزاد نعم. تنسى بلا راه تزادت الساعه، ما تي ما حيت حيت بغيتي تبدل ساعه اخرى، حيت كنبغي نبدل ساعه اخرى. شتي كيفاش سولتيني على الساعة وما لقيتيش عندي لا ماتير بزاف، هادشي علاش واقيلا ما هضرتش على الساعة، حيت ما قلشتش وتعمقت فيها وبحثت فيها شوية وهذا، جوبونس هادشي علاش ما هضرتش عليها. واخا دير ساعة في يدك يعني ما تارتكش هاد الموضوع ديال الساعة؟ لا ماشي ما تارنيش الموضوع، والساعة في يدي ما تدار، أنت ما دايرش ساعة. أنا الساعة ديالي واقفة بحال بحال الفن في المغرب، أنا كنحس به بحال اللي واقف، يعني داكشي اللي كنحلموا به مازال ما لقيناه. زعما الفن واقف؟ انا في نظري ماشي واقف، في نظري غادي بشويه حتى ولا كيبان بحال لا واقف. شنو الحلم ديالك؟ انك شنو باقي ما حققتيش في الفن في المغرب؟ شنو باغي دير انت؟ انا باقي ما بديتش، زعما باش نقول لك شنو اللي باقي ما حققتش، مي زعما الاحلام ديالي بسيطه، باغي ندير ان سوكسي، باغي ندير مثلا باغي ندير سبيكتاكل ديالي، بغيت ندير السينما، بغيت نجرب انني ندير سينما، بغيت ندير سوكسي في الفن، بغيت ندير سميتي في المغرب ان شاء الله. انت معروف عليك في الدومين كتقلد فنانين. اه نعطيك واحد الفنان تقلدوا ليا. شكون مثلا؟ زهير بهاوي. اديني يا اخي ديالي، اديني انتينا دابا سمح لي، ما عرفتيش راسك مامن، اديني انتينا مريض وانا مريض، صحاب لك نغني زعما شي حاجه، صحاب لك اخي ديالي اسمح لي. ما كاعي اخو زهير، كاعيش انتينا كاعيني لانك اديني، ما اديني شي ما اديكش. كنحسك بحال اللي كتلعب كاراتي وانت كتهضر. اللعب الكاراتي، اللعب الجيدو، اللعب التراكس، ما ادينيش انا مريض. نعملوا ولا شي بلايه في مارتين، طلعوا المارتين. الا قلت غني لي اخا زهير. انا ما نغني بالمود ديالي، يعني ما نغنيش هكا. تفضل. ما نغنيش هكا، خاصك تهضر مع المناجر ديالي ولا عمل لي شي كومونتاريو يكون مزيان، شي حاجه طوب. انت ملي كتغني كتشاور. ايدك اما نعمل لك شي مقطع. تفضل. أستا لويغو، شي حاجة طوب. صافي أستا لويغو أخي، عملنا لك مقطع من الأغنية، عملت بوم، ما عجبكش هذا الشيء، أنت أديني. نزيدو شي مقطع آخر. لا قليب ولا كبيدة، إلا زدتك شي مقطع آخر صافي نعمل لك تراك كله. نشوفوا فيديو من الفيديوهات ديال سيمو سدراتي حول كرة القدم. كنا كنلعبوا بكرة ديال البلاستيك، كتضربها صبعك صغير كيولي كبير. اش ظهر لك في الماتش اللي وقع مؤخرا ديال الوداد مع الترجي التونسي؟ كانت مؤامرة باينة، كاينة مؤامرة باينة، عطيني تفسير واحد، الفار ما كاينش، ما يمكنش
راه الفار راه نورمالمون كيرون بلاصه الحكام. نعم. راه حكم ما كاينش حتى اللعبه كانوا رجال في الماتش مبعنوهم كانوا رجال لان القرار اللي خداو ديال انه وقفوا وعطيونا الفار خاصهم يديروا هكاك لان كل ميكو حتى الاعلام ما كنظنش كان غادي يهضر عليها بزاف كل ميكو نعم كون كملوا الماتش الاعلام ما غيصلفش عليها الضوء بالعكس القرار اللي خداو مزيان انهم يحبسوا الماتش بديك الطريقه وما ينسحبوش ويبقاو في التيران حتى يصفر الحكم. نعم في نظرك انت كان الحكم هو اللاعب رقم 12 مع المنتخب ديال الترجي وشوف وي با سيرمون نشوفوا هذا الفيديو ديال البز شوفوا الفيديو ديال البز ما نقدرش نوصف لكم شحال كنبغي انا الدراري الصغار شحال كنبغي نلعب بيهم شكون لي مكمل الشريف احنا راه كنصوروا اي زعما باش باش نكملوا الفيديو كنا خليتينا نكملوه زعما لا حول ولا قوه الا بالله ندوزوا لفقره البوم هذه التصويره هذه عند الحلاق كنت نحسن وكنت غنفلت بزاف وبغاو يصوروني الدراري ويطلع التصويره بحال هكا في الاخر هذه قطعتها ودرتها في واحد لي ستيكرز نعم هذه انا وخويا انس دابا راه ولا هو طول مني وهاد اللبسه هذه شحال كانت كتعجب الوالده هذيك اختي مريم يا اختي مريم هذه باقي انا طويل عليها باقي انا طويل عليها ندوزو الفقرات عندي ما يفيد سيمو سدراتي عندي ما يفيد بأنك مؤخرا تعتقلتي انت والكاميرا ديالك وليكيب ديالك وبتو في كوميسار لا ما بتناش كنا غنباتو ولكن ما بتناش كنا كنصورو واحد دوكيمونتير وصورنا واحد اللقطة في الزنقة نورمالمون عندنا لوتوريزاسيون وكل شيء غير هو المشكل اللي واقع ما بين سلا والرباط سي كو لوتوريزاسيون اللي كتاخذ خصك تاخذ ديال سلا حنا خدينا ديال الرباط وحسبناها مع سلا ما عقلتش علاش درتو قانون ديالكم ما درناش قانون حنا ما عارفينش كاع عندنا بالنسبه لنا خدينا اوتوريزاسيون في الرباط الرباط حنا حسبناه مع سلا ما عنديش شي حاجه اخرى المهم حنا حسبنا الرباط مع سلا شركناهم ما عرفتش علاش وصورنا واحد اللقطه في الشارع وشويه نورمالمون خديناها مزيانه ولكن المخرج قال لنا لا راه خديناها مزيانه غير نعاودوا واحده اخرى سبحان الله هذيك التعويده مع غنعاودوها مع وقفوا علينا بوليس خداو شافوا لوتوريزاسيون لقاو بان فيها الرباط ما فيهاش لا ويوم مشينا دوزنا معاهم واحد البركه مزيانه سيمو سدراتي عندي ما يفيد بانك تشديتي في سبته ما عندك لا اوراق لا والو حتى الباسبور داك الاخر ما عندكش القصه اللي هي دخلت للسبته وطاح ليا الباسبور طاح وباش نخرج دخلت الباسبور خاصك تخرج به نورمالمون خاصني نورمالمون نقلب على الباسبور ونلقاه شاءت الصدف انه طحنا في بوليسي كيفيريفي ملي غيفيريفي ما يلقاش عندي الباسبور ويلي فين غنولي قلتي لي انا راه سيمو سدراتي وكندير الضحك وداك الاسبانيوني ما عرفنيش عييت نقول ليه عييت نقول ليه راه ما عندي ما ندير انا بسبته وندخل ليها بلا باسبور ما عندي ما ندير والو ولكن جاب الله كانوا معايا الدراري وهذا وسلكناها ولكن جربت الاحساس ديال الحراق خايب ويلي خايب انت تتحس براسك في بلاصه ما عندك حتى شي ورقه ولقيت الحمد لله الاوراق غادي نفاجئك بواحد الخبر ونقول لك واش شي مره عيط لك واحد الشخص وقال لك جميع الكودات ديالك ديال الفيسبوك وديال الانستغرام وديال الجيميل بالحرف وتخلعتي وليتي كتزاوق وتطلب انجاوبك قول لي شكون قال لك هذا ما يمكنش صحيح ولا لا حاجه وحده غتكون انت اللي عيط ما فيهاش ما يمكنش الدار ما عارفينش هذه المعلومه احكي لي شنو وقع بالضبط انت اللي احكي دابا انت اللي عارف منين جبتي هذا الشيء اللي وقع هو انا قال سمع ليا ما بيا صونا التليفون تيهضر معايا واحد السيد كيقول لي السلام عليكم سيمو سدراتي يا اخويا كي داير بخير لاباس الحمد لله الله يبارك فيك المتباس بدا ليا هكا ما عطانيش التقديم كان هو كيداير لاباس بخير من بعد ويقول لي المتباس ديال لاشين يوتيوب ديالك هو تاك 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 صحيح
صحيح ولي دير كويز معاه صحيح ام خطا الموت باس ديال فيسبوك ديالك هو كذا وكذا صحيح صحيح انستغرام صحيح صحيح الرعب الرعب جي طلع معايا بديت انا بديت نقول له يا خويا ولا خويا ولا خويا والخلعه وفي الاخر ما قدرتش نعرف شكون لدابا ولكن دابا كنشك فيك انت يعني ان هادشي ما عارفو حتى شي واحد وصافي في الاخر قال لي سير بدلهم اخويا وبدا ترد البال شويه عييت نحاول نفهم كيفاش خداهم ما لقيتش شي حل كيفاش هذا هو من بين الحوايج اللي صعب شويه في الانترنت سي كو ما تقدرش تجيري الا طحتي في شي واحد اللي قبيح يقدر زعما الله يستر كلمه اخيره كنبغي نقول لك شكرا حيت عيطتي ليا البرنامج ديالك انا والله الا ارتحيت زعما نقولها لك ديال بصح لفيت انني كناخذ راحتي هنايا ديال بصح ارتحيت ما نكذبش عليك عجبني الحال بزاف هضرنا تناقشنا كنتمنى الحلقه تكون مزيانه وتعجب الناس ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله سي مراد كان معكم سيموس دراتي السلام عليكم.